بسم الله الرحمن الرحيم قمت محمد الدرامي يوسن 96 طالب السنة الأولى الدراسة الإسلامية. الهواية الحقيقة ولكن الهواية الأكبر هي الفن. بالنسبة لبرنامج مواهب إقالة المسابقة اللي نظم مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتنسيق مع رئاسة جامعة ابن نصور لان تقيس عدة مواهب زند الشعر الرقص المسرح الغناء. الحمد لله نكيد الاخين كوكادير اللي تشكل ثنائي وتوارغ في الله نشاهد كيس التكنيك الحمد لله وزر بالتيسير والحمد لله نغلي نزرع الكاسترنغ ريس الفينال ان شاء الله نتمنى حتى الفينال ان شاء الله كيس نغلي صغار بس فهمت على كل الموهبات ونزلنا الاخينو هي اغيستين اتاكيلي ونزلنا الابداع ابداع وينك داكيلي كيفاش مقسات جسات الخيران داكيسي لك الحاجه اكسي رساله في الحقيقه المنافسه برنامج مواهب وريقي ساهله اشكو زرين كان اللي تولي تشاهدني المشاركين واذا الى التقطير اللي الناس البنيه التحتيه تميزات الناس الزرين التقطير الزرين كل شيء يقول ما ترجع لفاد القضيه منهم جمعيه اساس اللي تاسس العام اللي 2014 2015 لا خف كان الحمد لله ملي غد تفاقيات النوعيه يقول تزيد تضغط غير قضي اللي غنتزير الحمد لله تفكر كان تغطيات تفكر كان نصائح الحمد لله غير كذلك كان الاساتذة نورات نقول تسابح على السي عبد الباسط الجريري المهم قلت الاساتذة نقول نشكر من المباراه في الحقيقه يخدمني تاثر ونورس الحمد لله ارتمتال مدينه اورس احسن تمثيل غمسكت الجميع المسابقات اللي تيلين سواء في القصة القصيرة اللي تغلي ولتمتنا وداد محمدي كذلك بالنسبة للتصوير اللي الفوتوغرافي أحمد بلعا في الحقيقة أرأي كاين نقطة حسنة يا طولوز في غير الأخوة اللي تلبية تحتها بلاس النيخ اللي غلين ديور الشباب ولا مركب ثقافيات ولكن نتمنى غير مسؤولين اتبارك اسمع قال شويه سكرانت التحنان اسمع قال شويه الشباب اللي دارت لي الموهبه يقول تبارك الله داد الانيس توجه هذه الرساله يتروى مولوز هذا فقد الامل راه فك الجهنه غايده من صدر راه فك ربي سبحانه وتعالى دانتنا ربي سبحانه وتعالى خير خيب